ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تستقبل فيها السجون المصرية ممثلين عن وسائل الإعلام الدولية والمحلية وحقوقيين لمشاهدة ما يقدم للنزلاء من رعاية. منطقة سجون برج العرب استقبلت مجموعات من ممثلي وسائل الإعلام الدولية وممثلي عدد من الصحف المحلية وحقوقيين. البعض تكررت زياراته للسجون، ومن زيارة لأخرى يجد تطويرا وتميزا في الرعاية المقدمة للنزلاء. Before I visit the Kanatar prison, Oman prison, normally I don't want to say prison, it's the correctional center. And it's a great pleasure and honor to visit here. And today we see the hospital, all of the prison. And as we hear, there are a lot of facility in the hospital. It's not easy to find out in outside. So it's really great to see. Like outside world, we hear a lot of bad things about the prison, about the problem. But in reality, that is different story. I think everyone should come and see and take the real picture from the prison to understand what happened in Egypt. So I think it will be better to before discuss, let's see by yourself. يمكن سادس مرة أو سابع مرة وزارة الداخلية بتستجيب لكل المراسلين الأجانب يجوا يشوفوا فتحوا السجون كلها عشان المراسل الأجنبي يشوف بنفسه بالصوت والصورة أحوال المساجين. اللافت للنظر أن هناك تطور كبير جدا في انفتاح مصلحة السجون ووزارة الداخلية على الصحافة العالمية. أتاح مسؤول السجن للإعلاميين إجراء حوارات ونقاشات مع النزلاء أينما توجهوا حتى يقفوا على أوضاعهم المعيشية والصحية لنقل صورة حقيقية عن الرعاية المقدمة للنزلاء عبر وسائلهم بعيدا عن محاولات التزييف. كل الأمور كانت إيجابية. كيف عرفنا إيجابية؟ من خلال مقابلاتنا مع السجناء ومن خلال رؤية كثير من الأشياء، مثلا صالة العمليات، مثلا المطابخ، الملاعب الرياضية، وهذه أشياء إيجابية تحسب إلى مصر وتحسب إلى إدارة السجن. زرنا المستشفى، الملاعب، المطبخ، مغسلة، المخبز، شايفين تكلمنا مع السجناء وكانوا كلهم آرائهم إيجابية جدا. شاهد الوفد خلال الزيارة مستشفى سجن برج العرب وتجهيزاته وبعض الحالات المرضية التي تتلقى العلاج بها، وانتقلوا إلى ملعب يمارس فيه النزلاء رياضة كرة القدم، وتوجهوا إلى المكتبة والمطبخ ومصنع الأساس الخشبي الذي يتم تأهيل السجين داخله، حيث أشادوا بما لمسوه وشاهدوه. هناك رعاية صحية واجتماعية، وهناك وسائل ترفيه مختلفة وخدمات مختلفة متوفرة للسجناء، وأيضا يعني شهدنا إلى حتى الآن المستشفى، شهدنا الإجراءات الطبية، هناك كشف على بعض السجناء. And every prisoner has wearing the mask. And they told me there is sanitizers inside of the cell. وقالوا لي إن المطهرات موجودة. This is very good things to prevent the corona. My impression is that everything is working perfectly. And all the facilities, the medical facilities and all the other equipments are high standards. I hope that everything is will remain the same, and this is the situation. But it's the real situation of this prison. But it's everything is in a very nice order, in a very nice condition. الصورة أصدق تعبير عن واقع نزلاء السجون، وتحرص وزارة الداخلية على نقلها بكل وضوح ليعلم الجميع مدى الرعاية التي تقدم لهم لتأهيلهم للاندماج في المجتمع في ظل تطبيق أحدث الأساليب العقابية.